البنات، كي دايرات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. مرحبا بكم مره اخرى على القناه ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفه، وصفه اسبانيه، وغادي نشاركها معكم بالطريقه التقليديه القديمه، هما زادوا عليها حتى هما تحسينات بزاف، ولكن هذه الطريقه اللي كيديروا ديك السيدات الكبارات القدامين. هما الروسكياس كنديروا فيهم 550 غرام ديال الدقيق مغربل و 15 غرام ديال الخميرات الحلوه، 80 غرام ديال السكر سنيده، ممكن توصلوها حتى ل 100 غرام، ثلاثة ديال البيضات، قشرة ديال البرتقالة كاملة، كنحكو غير داك اللون ديك القشرة البرتقالية صافي، 70 مليليتر ديال الزيت، زيت النباتية كدار فيها حتى هما كيديرو الزيت الزيتون اللي كتكون خفيفة، أنا درت زيت نباتية، 110 مليليتر ديال عصير برتقالة، أنا عصرت هنا وحدة جاني القياس هو هذاك، ممكن تعودوا العصير البرتقال بالحليب، وفي عود القشرة ديروا الفاني ولا القرفة. صافي، هادو هما المقادير إن شاء الله. دابا غادي نبداو في التحضير ديال الوصفة. فواحد بول ولا واحد جبانة تكون كبيرة هكا وغارقة، غادي ندير الأول البيض، والسكر سنيدة، غادي ندير فيه القشرة ديال البرتقال حسن دابا، وغادي نخلط، وفي نفس الوقت بحال إلا كنطرب البيض. دابا غادي نزيد الزيت، والعصير ديال البرتقال مباشرة مورا الزيت، خلط واحد شوية، دابا غادي نزيد الدقيق، غادي ندير ثلث الكميه، ونزيد عليهم الخميره ديال الحلوه، نخلط الدقيق يعني الدفعه الاولى، غير تنسجم واحد شويه مع الخليط، بعد ما انسجمت الدفعه الاولى زدت الدفعه الثانيه، كما قلت لكم غادي نقسمو على ثلاثه باش يجينا ساهل التخلط ديالو. حتى عاود باش نعرفو، حيت كاين الدقيق اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش، يعني كيجي هو هذاك. انا عبرت 550 غرام في الاول، دابا نشوف ان شاء الله شحال غادي يهز. هي العجينة ديال الروسكياس خصها تجي خفيفة شوية، تجي رطبة باش يجيو خفافين من الداخل. غادي نزيد دابا غير واحد شوية، ما نخويهش كله يعني، باش نشوف ان شاء الله. دابا غادي نستعمل يدي احسن باش حتى نعرف القوام ديال العجينه واش باقا خاصها ولا لا. غادي ندير واحد شويه،
صافي غادي ما غاديش يعني نزيد اكثر من الدقيق، غادي نخليها هكا كتلصق في اليدين باش تجي خفيفه. هكا كيجي القوام ديالها، خصها تكون شي شويه خفيفه. من بعد ما ارتاحت العجينه 5 دقائق، دابا غادي نقرصها. انا غادي يعني غادي ندهن غير بالزيت حسن، بغيتو ترشوا الدقيق رشوه غير ما تكتروش باش ما يعني ما تقصعش العجينه. هي هاد العجينه رطبه بزاف، خصها الدقيق. على داكشي انا كنفضل نستعمل الزيت حسن. كندهن شويه يديا وكندهن حتى البلاصه فين غادي نحط العجينه. شفتوا شحال كتجي رطبه؟ وغادي نسرحها غير بيديا، ما غاديش نحتاج دلك. كاينين بزاف الطرق باش كيشكلوا الروسكياس. الطريقه الاولى هي كتهزوا واحد الكويره هكا وكتقبوها من الوسط بحال الشكل ديال السفنج. وكاينه واحد الطريقه الثانيه هي كتقطعوها شويه غليظه بحال هكا، واحد سنتيم ونص هكاك، وكتحطوهم هنا حتى كتساليو الكميه كامله اللي عندكم. انا غادي نقطعهم كاملين. وكاينين اللي كيقطعوهم يعني غلط عاد على هادو، وكيبداو كيشرطوهم من الموس هكا بحال اللي كيتكيو فيها الموس باش تخرج ديك الشكل ديال الروسكياس التقليديين. انا غادي نوريكم طريقه اخرى ان شاء الله. غادي نهز هاد العجينه، من بعد غادي نعاود لها ان شاء الله، غير ما نعجنوهاش نجمعوها وصافي. الطريقه الاولى اللي قلت لكم بحال هكا، كتكيو عليهم غير بالموس، كدير فيهم واحد الشرطه هكا باش تخرج ديك الطبقه هكا عاليه، وبحال بحال الشكل ديال الدونات تقريبا، ولكن لا ماشي نيشان هكاك. انا غادي ندير واحد الطريقه اخرى كتعجبني وكتجيني سهله. هي غادي ناخد جوج ونلصقهم مع بعضهم هكا وعاد نتقب من الوسط. دابا غادي ندوز نقليهم. من بعد ما سخنت الزيت دابا غادي نقص نديرها على عافيه متوسطه باش يطيبهم من الداخل بلا ما يتحركوا. انا درت تيست بواحد طريف ديال العجينه نشوفوا الزيت واش سخونه. دابا غادي نبدا نقلي في الروسكياس. بسم الله. حتى يبانو محمرين من التحت عاد نقلبوهم.
هما الروسكياز ديالنا بعد ما وجدوا. دابا غادي نفندهم في السكر سنيده، غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال القرفه، غادي نخلط السكر مع القرفه، وغادي نفند في كامل ديك الروسكياز. هنا كنت في الاول عبرت لكم 550 غرام ديال الدقيق، شطت لي معلقه واحد شويه، شي جهد 10 15 غرام هكاك، ما وصلش شي 10 غرام ديال الدقيق اللي شطت لي مديك 550 غرام. هما من الاحسن يتفندوا شي شويه دافيين باش يلصق عليهم السكر، ملي كيبردوا صافي كيرجع السكر ما كيلصقش عليهم. سبحان الله. ها هما الروسكياز ديالنا وجدوا، الصراحه كيجيو خفافين بزاف ولدادين. كنتمنى تجربوهم ان شاء الله، وإلا جربتوهم صيفطوا لي التطبيقات ديالكم على الانستغرام ديالي، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، وغادي نحاول حتى المقادير نخليهم لكم في صندوق الوصف، باش اللي بغات دير كابتوره للمقادير وباش توجد المقادير على خاطرها. هنا غادي نوصل معكم لاخر الفيديو، نتمنى تعجبكم الوصفه، وإلا بقى ما اشتركتوش في القناه نتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله. شكرا على المتابعة، والى اللقاء.